أعزائي المشاهدين، على السلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعودتوا عليه كل يوم على قناتكم قناة حنبال، برنامج شهوة رمضان. معايا كالعادة شيف، شيف مومن، على السلامة ومرحبا. شنو حضرت لنا منو شيف؟ كيفاش دللنا اليوم؟ بالطبيعة حضرنا برشا حاجات تبقى بالنسبة لنا احنا كما كنا حكينا قبل في شهر رمضان 25 من الخرانيين، واللي ما عادش عينا باش ناكلوا برشا، ما عادش عينا باش نطيبوا. كيف كيف نوليو بالحق سادة المشاهدين، خليني نقول الحكاية، نوليو اللي عنا في الفريجيدير نحاولوا نطلعوا منه منو هكاكا، ونزيدوا نقتصدوا شوية في المصروف شاف، خاطر كي نحضروا برشا دي بلا تكلف لنا أكثر، وكل يوم كل يوم ما يساعدش. بالطبيعة واشتر الماكلة ما عادش تاكل تولي تطيش، وعلاش هكا نوليو نحافظوا احنا على السلعة وعلى برشا حاجات. دونك بالنسبة لنا احنا اليوم باش نعملوا حاجة خفيفة. نعرف اللي الوقت يحكم فينا سيرتو في رمضان، باش نعمل حاجة خفيفة اللي هي أفرسي. أفرسي معناها عظمة محشية. عظمة محشية، شو رأيك؟ طريقة سهلة، ما طلبش برشا وقت، وسهلة، ما طلبش برشا مصروف. برشا مصروف ما فماش. باهي، باش نديرو الحاجة الأولانية، باش نستحقوا عظم. أهي. جبل مرحي. باش نستحقوا كريمة طازة، كريمة طازة ولا غوتا ما يسالش. شوية زيتون، معدنوس وبصل. معدنوس وبصل. باش ناخذوا المعدنوس. اي. هذا يتسمى تري تاع المعدنوس. بعد ما غسلناه بكدا. لا مازلنا. تو بالنسبة لنا احنا تو باش ناخذوا المعدنوس. الطريقة هذيا نحطوا الوراق من هنا. اي. والبرونش من غاديكا. اي. دونك هذايا الكلمة تسمى ايكوتي. نبداو بالنسبة لنا معدنوس. هذايا ما يطيش. يتسمى الكوت بيرسيل، نخليوه كالعادة حتى شيء ما يطيش مع الشيف. دونك الكوت بيرسيل هذاك نخليوه نستعملوه في شربة. اي. باش نوريك كيفاش نقصوا المعدنوس. انا زوج صوابع هذوما وثلاثة صوابع. نشدوا من هنا هكا. اي. والسكينة، وعلاش نقول اللي فما تكنيك نتاع قصان. دونك السكينة باش تكون انكليني شوية بارابور لصوابعنا، باش حتى ما تجرحش. الله يقدر. باش نعمل توا جيست، باش نوريك الجيست. ريتها ولا لا؟ ايه. يعني السكينة باش تمشي هكا باش تتبع. ايه. واليد اليمين باش توخر خاطر انا غوشي. دونك انا بالنسبة لينا باش نبداو نقصوا المعدنوس. دونك فما شاف دي ديتاي هكا يظهروا اللي هما هكا صغار وكل شيء، اما ينجموا يعطيو يعني حتى في البريزونتاسيون في الدريساج تكون يعني ازن الماكلة. بالطبيعة بالطبيعة. دونك احنا بالنسبة لينا باش نستحقوا شوية معدنوس. ايه. هذا كملنا منه. قاسينا جويد. وعلاش المعدنوس لازمنا نقصوه هكايا؟ و جينا جويد المعدنوس حتى كان جاتنا واحده خشينا شويه ما يصيرش. اي بيان سي. اما احنا علاش نقصوها كي؟ خاطر فما شكون يشد المعدنوس يبدا بسكينه كي وقتها ينحي الكلوروفيلم نتاعو. ولا شاف بك الطريقه المصريه انا ساعات نراها لا هذيك زاد كيف ما ماهيش بخاطر تهلك تهلك المعدنوس، خاطر القسام باش يكون عشوائي. دونك فما تعرف باش تقص فما تعرف مش باش تقص. بالنسبه لينا زاد كيف باش نقصوا بصل جويد كالعادة تكنيك نتاع لا هذه تكنيك واحدة أخرى هذه تكنيك واحدة أخرى وأنا في بالي تعلمت سيد شيف. إي كل مرة نعلمك حاجة. طيب دونك شنو نعملوا كوب من هنا هكا توا كوب الإيطاليان؟ لا 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 مش كوب الإيطاليان، لا 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 لا. دونك عملنا كوب باش نزيدوا من هنا كوب لاتيرال وترونفيرسال والكل. ومن بعد نتعداو من هنا هكا برشا. يقول لك البصل خشين، دونك على قد ما يبدا البصل جويد على قد ما نحسوهوش. وبالنسبه لينا ما خرجوش ابن بتات خشين زاد ابن، يمكن خاطر ما نحسوش المطعم نتاعو معناها غير ما ابار البنة. بالنسبه للبصل اذا نقصوه من الاول ماذا بينا ما نزيدوش، فما شكون اللي يقص البصل ويزيد بالسكينه يقول لك راه باش نخرج البصل جويد خلينا نزيد نشيه. لا هي تكنيك هذيك غلطه، خاطر يولي يخرج الماء كله في البصل ديجا ما عادش عنده حتى منفعه. دونك قاسينا البصل، قاسينا المعدنوس، قاسينا البصل. وتوا شيف شنو باش نعملوا؟ تو شنو باش ناخذوا؟ باش ناخذوا شويه زيتون. شويه زيتون. قصوا جويد. والعظمه وقتاش نقصوها شيف؟ باش نوريك العظمه كيفاش نحضروها. التكنيك الكبيرة الكل في العظمة لا لا مش في العظمة خاطر سهلة. نستنى وقتاش باش توصل العظمة بدقيقة ودرجة شيف. هذاك بالنسبة لينا الزيتون البصل المعدنوس. اي هذوما حاضرين. شنو هو آخر باش نحطوا؟ باش نحطوا شوية قماش جبن.
باش نحطوا شويه فروماج فري زيدا ولا غوتا كيف كيف محليك كيف فما برشا هكا فروماج في غوسيت شيف بطبيعة عاوني شوية اي بيان سور شيف دونك نخلطوهم الكل نخلطوهم الكل مع بعضهم دونك باش نتعداو للعظم طريقة سهلة سهلة برشا نجمو كيف كيف أعزائنا المشاهدين الفارس نتاع العظم تكون بالبشاميل مي احنا نحاولوا ان نسهلوا نتعداو للعظم عملية سهلة لازم يثبت في العظم وركز لا 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 سهلة سهلة دونك بالنسبة لينا في الروسيت هذي باش نستحقوا عظم طيب اما انا جوست قصة في اثنين شايفك قصة في اثنين في بالي باش تزينها وتصورها عطا نوريك على الطريقة دونك شنو باش نستحقوا دونك باش نستحقوا الاصفر الاصفر الابيض خليوها غاديكا بيان سور نستحقوه عطا نقول لك كيفاش نستحقوه باهي دونك انت باش تخلط لنا الفارس داكوغ مليح مليح شايف كيما وعدتني في اخر حصه باش تعطيني نوت ما تنساش في اخر حصه باش تولي طيب وحدك في اخر حصه طيب وحدي صنفها باش تولي ناديه صنفها ناديه صنفها ما ننساش شويه ملح في الاكل بيان سور باهي شايف دونك هكا نورمالمون حركتها بالكدا وحضرت اي هات عليك لحظه دونك نجمو نزيدو نحركوها باللمسات السحريه نتاع الشيف لا 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 انا باش نزيد نعاونك شويه اي فهمتني باش نزيد نعاونك شويه هذايا بالنسبه لينا سلاطه نعرفوا اللي نخرجوها في سلاطه هذايا اي نجمو نزيدوها في سلاطه وطبق متكامل ما يطلبش برشا جهد هكا كي تحطوا هكا على الطاوله يعني اي نزين الطاوله اي تو بقى لنا كان باش نستحقوا البوش لا فاموز بوش بي عادي في وسط البوش حط في وسط البوش كونتيتي صغيره تو بقى لنا كان باش نزينوا العظم دونك العظم هذايا الفارس منه فيه دونك باش ناخذوا يا بالطريقه هذايا هكا شوف انا كي راك هكا كيفاش تعمل في العظم حسو قش علي هكا ان بانتر هكا يزين في التابلو نتاعو طبيعه لازمنا نحاولوا نتفنوا احنا لازمنا نعملوا جو في الكوجينه نتاعنا شاف كي كاش تجينا الماكله بنينه ومزيانه باش نكمل الاخرانيه شاف هذيك ها الاخرانيه بركة شاف تفضل حس روحي هكا فنانه كيفك في الكوجينه شرا ما تجيش معوجة سينو تغش عليا برشا برشا شيف بي شد سنات انا عمك ايه فوالا يعطيك الصحة يعيشك شيف نزيدو مزيد مادام عندنا شوية فارس مادام عندنا شوية فارس نزيدو نزينو بها سينو شيف كان قعدت لنا هكا اون بون كونتيتي نجمو نحطوها في البريك مثلا غدوة بالطبيعة بالطبيعة تنزفقش في البريك ديما لازمنا هكا نجنقلو شوية في الكوجينة نتاعنا نجنقلو دونك باش نستحقوا بالنسبة لينا باش نزيدوا نزينوا نجمو نزيدوها شوية شوية فرجو شوية بون دو تان بلات عطيني شوية هروس من غاديكا أي إذا نختاروا الألوان في وسط الصحن وقتها قلت لك شيف قلت لك راك بانتر الألوان وكل شيء معايا تقارن بحساب عطيني إلا هروس إلا هروس دونك باش ناخذوا شوية من هنا واش نحطوه؟ ونكملوا به نكمل انا بقيت الصحن هذايا سيء لا ديكوراتريس انا اليوم مشاش كان طحنا شويه في الصحن ما تغشش الشيف لا لا ما تغشش عليه عليه مش صعيب معاك هذا لا لا ماكش صعيب شيف حاسه روحي قاعده نتعلم بشويه بشويه هذاك هو المفيد حتى معناها اللي ما تعرفش طيب كيفي كل يوم مش تقول اللي ما تعرفش طيب كيفي قول اللي مازالت كي عرست اللي مازالت كحاسس لازم تدخل الكوجينه كهاو سي ما عندهاش خيار اخر دونك بالنسبه لينا اعزائنا المشاهدين هكا نكونوا حضرنا الطبق الاولاني بالنسبه لدبارتنا اليوم وي ماهيش نمتوا عليكم هنا راجعين ونرجعوا نواصلوا الطبق الموالي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى باش نواصلوا تحضير طبق الموالي. نذكركم اللي نحن في لونتخي عملنا أفرسي، وتوا طبق اللي عنا محضرينه شيف. دونك شنو رأيك أنت باش نحضروا؟ شنو رأيي؟ أنا قاعدة نرى في عوينة، نرى في زبيب، دونك أبارامون باش طيبوا حاجة مالحة وحلوة شيف. صحيح، حاجة مالحة مالحة وحلوة. دونك بالنسبة لنا احنا باش نعملوا مرقة حلوة. مرقة حلوة بالنسبة لمرقة حلوة باش نستحقوا نزيدوا ونذكروا السادة المشاهدين بالمقادير اللي يلزمهم يحضروهم لعدد هذا الطبق، اللي هو اللحم، مشمش، عوينة، شوية بصل، حمص، زبيب، شوية سكر، قرفة، زعفران، زعفران وشركة. هذايا باه. دونك بالنسبة لنا هذا شوية زيت. زي بون شيف، باش تعديو البصل والحس هذاك اللي ديما هكا نستنى وقت يعطي هكا جو في الكوجينه نتاعنا. كما قلت لك قبل، بصفة ما إذا سخنت الكسرونه توعد جوس بعد على الغاز باش تخدم مرتاحه. باه اوكي. باه تو بقينا باش نحطوا اللحم. مش برشا لحم شيف، يعيش يا شيخ، جاوتنا ديما مش برشا مصروف. مش برشا مصروف، زيت، نحاولوا زيت نحيوه، خليها جوست تتقلى دوبليش. تتقلى دوبليش، داكور. إي بون مش ما يتحرقش شيف. شنو؟ ما تقوليش احرق في الحم. لا ما تخافش، ما تخافش، نوريك تكنيك. نوريك تكنيك باهية سهلة. باهي، أوكي. دونك، تو نخليو الحم يتسلى دوبليش، ونتعداو للفاح، باش نستحقوا. شوية زعفران. زعفران. محلية من الألوان هكا شيف. أورانجي وبلان وروج. نحركوا بيان سور. أنت عليك التحريك. تحريك. ياسر صعيب التحريك شيف، ياسر باش تعبني برشا هكا. نحطوا شوية عود شركة، هو اللي باش يبدل لنا. باش. باش نرميو الحمص. الزيت. أنا حيوة. واني سهلت عليك ريت، لازم شكون باش يعاون. باه هو تقلى هكا شافه سي بون. دونك بالنسبه لينا اللحم خذا كولوراسيون. نمرقوه كالعاده، نعطيها ستوس صغيره. بالنسبه لينا باش نمرقوه بالماء سخون. علاش نمرقوه بالماء سخون؟ برشا العديد من الاسئله تطرح حول اللحم، يقول لك راني اللحم ما طابش، ولا بلغتنا العاميه في الكوجينه نقول اللحم يعني حجر. هذاك اللحم حجر علاش؟ على خاطر اذا نمرقوه بالبرد، هذاك علاش يلزمنا نمرقوا ديما ماء سخون ولا بحاجه سخونه، يعني مرقه نتاع دجاج، مرقه نتاع لحم، مرقه نتاع خضره. ملقينا حتى شيء شويه ماء نحطوا فيه شويه معدنوس، شويه سفناريا، شويه بصل، يتنكه الماء المفيد، نمرقوا بحاجه سخونه. بالنسبه لينا في الانتظار باش نزيدوا نفوحوا المرقه، باش نستحقوا شويه قرفه، حطينا زعفران، لوجيروفل، شوية قرفة، الزبيب. الزبيب مش برشا شايفة، مش كل شيء. دونك استعديو توا. شنو مازالنا؟ مازالنا العوينة والمشمش. أنا شايف ديما الفلفل الأكحل ماذا بيا نبعد عليه في التطيب. أنت معايا في الحكاية هذه ولا لا؟ فما برشا حاجات بالنسبة للفاح نحاولوا ما نكثروش. ما ان باش نطيبوا حاجه من غير الفاح ما نصورهاش تنزح في الكوجين. اي معناها نقصوا شويه في الفلفل. نقصوا شويه في الفاح. باش نزيدوا شويه سكر. دونك وهكي بالنسبه لنا نكونوا حضرنا المرقه الحلوه. وبقى لها توا كان باش تغلي. نغطيوها شيف؟ نغطيوها. اعزائنا المشاهدين، وبقى لنا توا كان باش نتعداو لطبق الموالي اللي هو ديسير. هكا ولا لا؟ اي ما تبعدوش علينا برشا. انا راجعين. أعزائي المشاهدين، نرجعنا لكم مرة أخرى، إن شاء الله ما نبعدوش علينا برشا. معايا كالعادة أحلى شيف، شيف مومن. شيف مومن، شنو باش نعملوا توا بالضبط؟ دونك توا باش نعملوا ديسير. باش نعملوا ديسير، أنا باش نعمل طلة على الصوص نتاعنا، مرقة حلوة. شيف شوية ملح. فوالا، أنا باش نقول لك حطينا فلفل أكحل ما حطيناش الملح. دونك بالنسبة لنا ديما لا سيزونمون نحاولوا نحطوها في الآخر. أنا باش نزيد نعطي توش، علاش؟ خلي لحظة، باش نحط شوية زيت جليل. آه وي،
محلى هكا منبرها شيف. دونك بالنسبه لينا اعزائنا المشاهدين باش نحضروا مع بعضنا هذا سير، كنا نخليو لكم هذا سير هذه مفاجاه. باش نعملوا هريسه حلوه، مي بالنسبه للهريسه حلوه باش تكون فيها التوش التونسي. نعرفوا التوش التونسي اللي هي كيفاش متكونه بحاجه ان برودوي موجود في تونس. صحيح برودوي هذايا موجود في تونس وموجود حتى في الشام، اللي هو الشاميه. باش ناخذوا سمين ورده شاميه. شيف مش لازم تبدا باللوز ولا حاجه، معناها لا ميسيش خاطر ديجا عندنا خاطر اغلى كي تبدا باللوز من اللي باللوز شيف. كاو ديما وقفت لك هكا في المصروف ميسيش، ما حتى مشكل باهي. دونك حدينا سميد. شنو اخر باش نستحقوا؟ باش نستحقوا الزبده. خذينا الزبده باهي. دونك تو باش نخلطوا مليح مليح. شوف باش نزيدوا السكر. السكر شويه سكر شيف. اي شويه سكر باش للجماعه اللي يعملوا ريجيم شيف، ديما ما تنساش المصروف والريجيم والمثل البنينه والمزيانه كل شيء مع بعض، واللي ما تكلفش كل شيء كل شيء. دونك حطينا كيف كيف باش نسدوا شويه. اعطيني شويه زيت. شويه زيت النجمه يعطيك الصحه. دونك هذوما الحاجات الاولانيه اللي لازمنا نعملوهم، نحطوا الزبده والزيت، خلطوا مليح مليح. نزيدك سكر شيف؟ لا لا سي بون حطيت. شو مازال اخر ناقص؟ دونك باش نحطوا الشاميه نرفسها شويه. رفسها كرفيسه معناها. ايش حصل اللي عملناه المره الاخرى؟ باش ناخذوا شويه لوز مرحي باش نخلطوه، مانيش ننسى شويه لوز وفستق باهي. نخلطوا مليح مليح. اعطيني تو شاميه. رفسنا الشاميه نتاعنا. واش عادوا العمليه موالي؟ دونك كملت خلطت هكا ولا لا؟ نورمالمون شيف كملت خلطت داكوردو. شنو باش نعديو؟ باش نصبوا شويه حليب. شويه حليب خلط بكدي 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 باش الحليب يهبط لوطا شويه ما يقعدش الفوق. لازم نزيدك شويه زجلين. ايه عاوني 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 في الوسط. ايه انا نحبك تحفظها راهو. اسمع المره الجايه لازم نلبس توب شيف. لا 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 ميسيج. ولا في اخر اخر ايميسيون باهي. نعم تو باش تعديو للطبق اللي باش نحضروه باش نستحق شويه زبده. اللي نعرفها شيف ديما هكا زبده نذوبوها شويه باش ما تلصقش. باش نحطوا هي ديجا فيها زبده وزيت، مي احنا بالنسبه لينا للطبق. وتوا ما بقى لنا كان باش نحطوها في الطبق. ريحة الزبدة والفاكهة ديجا هيك عطاو نكهة أخرى. عطاو نكهة أخرى. دونك بالنسبة لينا للديسير اللي هو هريسة بالشامية، حاجة أوريجينال. وما بقى لنا كان احنا سبقنا السادة المشاهدين حضرنا سيرو اللي هو سيرو مكون من ماء وسكر. سميوه زادة البونتا. بونتا بونتا. باش نزيد سهل عليك العمليه. اهي بالنسبه لينا ان باش قبل كل شيء في البوبيله نحيو ليكم باش نقصو قد قد مستويين. نقصوه مربعات باش من بعد وقت اللي تيب تبدا حاضره. باهي كمل عليك شيف. اي تفضل. لا نقص برشا نقص برشا، حتى نعمل كده من غاديك باش نخلط عليك. داكوغ. هذيك في وسطك، لازمنا نحسبوها معناها بالمسطرة وستيلو. باهي هكا قصيتها كيما أنت قلت لي. سهل. بيان سور ديما فما ديكوراسيون. ديكوراسيون، دونك أنت باش تحط كعبة بكعبة من هنا. ومش نجيك باش نعملك بالبيستاش. تبعها من هنا هكا باش تبدا مقابله. دونك كعبه بكعبه بالمخالف. فهمتك شيف. دونك انا نحطوني. اي لازم شيف معناها كعبه بكعبه. اني ذا اني ذا باهي حط لك هنا. بالنسبه لنا كنا حاطين الهريسه طيب في الفور، سقيناها شويه ومازال نزيدو نسقيوها.
ونادي باش تهوني هاك ولا لا؟ بيان سور باش نسقي الجنينه نتاعنا. لا نسقي الجنينه هذيك حاجه اخرى. نقرب بالنسبه لينا. نقربوا شويه. اي. اون بتيت كونتيتي شويه بشويه. هكا نحطوا برشا ولا هكا جوست شويه بركا؟ ما يسالش بالنسبه لينا للشحور زيت خاطر باش نزيدوا الرجوعه للفور. الفور. باش نخليوها هكا سي بون تعبيت الكل سي بون مريقله. دونك بالنسبه لينا اعزائنا المشاهدين باش نعاودوا نرجعوا للفور وباش نخليوها في وسط الفور طافي، يعني باش ترجع عليها النار باش تزيد الهريسه يعني السميد يزيد يشرب الشحور. اعزائنا المشاهدين ما حنش نطول عليكم برشا باش نزينوا الطاوله نتاعنا، انا راجعين. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره اخرى باش نكملوا المرحله الاخيره من اعداد الاطباق نتاعنا. دونك وصلنا للدغساج ديكوراسيون عليك انت شيف. هكا نكونوا حضرنا الاطباق نتاعنا. نزيد نذكر السادة المشاهدين في المكونات، كنا حضرنا الطبق الاولاني اوف فارسي اي بالنسبه لينا للعظم اخذينا الاصفر تاع العظم زدناه موستا فروماج ومعدنوس شوية بصل وحضرنا وبعد بالبوش زيناهم بالبوش. الطبق الثاني حضرنا هريسة مرقة حلوة بلوتو مرقة حلوة. بالنسبة للمرقة حلوة كما قلت أنت بكري اللي هو طبق معروف برشا عند المغاربة وي فما جزلين فما الزبيب الحمص العوينة المشمش به. ومن بعد حضرنا في الديسير عملنا لكم هريسه حلوه زاده. بالنسبه لنا بالنسبه للديسير حضرنا لكم هريسه حلوه وزدناها الشاميه وهكايا نكونوا حافظنا اللمسه التونسيه. شاف انا باش نقول لك حاجه باش نقول لك على سر شيف الصحن هذاك بعد انا باش نهزه هكا ما تقول حتى حد صحه خاطر ظاهر بنين برشا برشا. وبقى لنا اعزائنا المشاهدين كيف باش نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الاطباق اللي حضرناها اليوم في برنامجكم شاوة رمضان، وإن شاء الله يتجدد لقانا مرة أخرى في حلقة جديدة. شهية طيبة.